بسرعة بسرعة بسرعة. شوت. برافو. اوبا. خلص بكفي، تعبتوا أبوكم خلص. خليهم خليهم، ما في أحلى من تعب الأولاد. شو مفكر حالك بعدك صغير حبيبي؟ خلص بكفي. تفضلي. يسلمون لك. عندك شك إنه زوجك بعده شاب يا ماريا؟ الله يطول بعمرك ويخلينا إياك حبيبي. كأنه في بتمك حكي. إيه، الجمعية الخيرية بعتوا تكلفة دار الأيتام اللي أنت أمرت بترميمها. قديش بدهم؟ 1,800,000 دولار. أوكي، أنا اليوم بكتب لك شيك وبتعطيهم إياه. في شي تاني يا قلبي؟ إيه، هيئة الرعاية الاجتماعية كمان عاملين لك تكريم بحضور كبار الشخصيات ورئيس الوزراء. هدول بقى هن الشغلات اللي أنا ما بحبهم. إمتى بدهم يعرفوا هدول العالم إنه العمل الخيري ما بحاجة لدعايات واستعراض وشوقف؟ حبيبي والله أنا قلت لهم هذا الكلام وإنه أنت ما بتحب هذا الشيء، بس هني مصرين مشان أنت تكون قدوة للناس. سير، مستر فورمان is here. أوكي، I'm coming. أهلين فورمان. أهلين آيتي. كيفك؟ طمني عنك، إن شاء الله أحسن. الحمد لله تمام، ماشي الحال. كيف الأولاد؟ مشتاقين له. تفضل. شبك فورمان؟ في شي بوشك مو عاجبني. فعلا حاسس بصداع كثير زعجني. جيب لك حبة؟ لا ما في داعي، اساسا انا جايك بشغل. يا رجل انت ما بتعرف تستمتع لا بإجازة ولا بعطلة ولا باستراحة. الشغل هو حياتي، لهيك قلت بقلك مشان نجهز للموسم الجديد. لسه بكير، الموسم الجديد ما رح نبدأ قبل 8 أشهر. بس أنا رأيي إنه بلا بس، وروح عيش حياتك.